للحديث أكثر حول الالتهابات بصفة عامة في جسم الإنسان، وأيضا خصوصا للمرأة بالنسبة لالتهاب عنق الرحم، الأعراض والأسباب التي تؤدي إلى العدوى يعني بين قوسين ليزانفكسيون. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة دكتورة مليكة تيلولت مختصة في الطب الداخلي. صباح الخير، صباح أهلا بك الخير، من جديد. شكرا على إذا تعودنا الاستضافة، عليك في هذه الفقرة الطبية كل يوم سبت. شكرا على مرحبا الاستضافة، بك. ميرسي. يعني في عندك لغة تواصل الحمد أحببها لله. الجمهور، الحمد جمهور لله الموني. الحمد لله. إذا مشاهدينا نسعد بتواصلكم معنا وتفاعلكم أيضا عبر الخط الظاهر أسفل أو الخط الهاتفي الظاهر أسفل الشاشة. إذا كان في عندكم استفسارات أو تساؤلات حول الموضوع نسعد باتصالاتكم. إذا دكتورة، نتكلم عن تعريف شامل للالتهابات والعدوى، خليني نقول العدوى أكثر، خليني نقول انفكسيون يعني عدوى، يعني نقدر ميكروب، يعني بصفة عامة نعرفوا هذا المشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. دونك الالتهابات بصفة عامة تقدر تقيس كل بلاصة في الجسم تاعنا، فوالا. والعدوى لا كونتاميناسيون، كاين بزاف انواع تاع العدوى. دوكا الالتهابات تقدر تكون في المفاصل، التهابات في المعدة، التهاب يكون في الكولون، وبصفة خاصة المرأة التهاب الكولون ولا سيرفيسيت نعيطو لها. المهم السبب الرئيسي سورتو شي لا فام سي بوك بلوس الاش بي في الانفكسيون. هذا الفيروس نقدر نقول لك ولا شخصناه في وقته يا با دو بروبليم. سكي بلوز امبورطون كي تكون المراه عندها هذاك الميكروب انفلاماسيون دي ان فيروس وما فاقتلوش، تما يكون مضاعفات قد تؤدي الى موراها، تقدر تؤدي ميم الى سرطان عنق الرحم. لهذا يجب لازم المراه توجور تشخص روحها دوريا مينيموم 3 موا ولا 6 موا دو فوغ سون جينيكولوج. طيب في القديم كان يقتصر الامر على النساء المتزوجات لانه بعد الزواج راح يكون فيه مشاكل للمراه. الامر لم يقتصر فقط على النساء المتزوجات بل الان حتى النساء العازبات، يعني حتى هما احصائيات كبيره يسجلوها ليزانفكسيون. Mais bon, c'est, je parle toujours, il y a le facteur stress, hein, les facteurs stress, l'hygiène de vie. Elle utilise beaucoup plus les trucs intimes, c'est-à-dire d'importation. C'est des trucs quand même. Il y a un pH, une acidité du corps, les voies génitales. Donc, qui avec le mouhayat, c'est-à-dire la flore et tout. Donc, il y aura avec il favorise, c'est-à-dire avec des infections, des inflammations. دوكا المرأة دي فوا سي كونترول با تقول لك شوي با ماريي جوي با كونسولتي، نورمالمون ما يكونش عندي. هي نو نورمالمون بون ماشي كيما واحدة مزوجة ماشي مزوجة، لي ماشي مزوجة مو ال دوا فيغ دي كونسلتاسيون هكذا، اون ايكوغرافي، ال دوا فيغ ان سي بي يو باغ اكزومبل، باسكو ثاني كاين دي فام اللي عندهم ميكروب، نهضرو على الالتهابات اون جينيرال، ميكروب في البول باغ اكزومبل، لي زيغين انفكسيون غينال، هذا كي بو اتر اسوسي مع الانفكسيون في العنق الرحم. راح نتكلموا على هذه النقطة بعد استقبال أول اتصال من ولاية باتنا. سوريا صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك. بك يعيشك. الله يسلمك، تفضلي. حابة نسقسيك برك على نسقسي طريبة واحد السؤال. يلا تفضلي. الموضوع على لي زانفيكسيون أورينيغ أغيبيتي. طيب. تسمى توجور عندي هاد لي زانفيكسيون توجور يتعاودوا لي شاك 8 موا شاك ليناني، وندير لي سي بي ندير هادو ونلقى ما كان والو، بصح هاد لي زانفيكسيون دايما يجيوني. ما عندكش مرض مزمن مدام؟ سي عندي كوليسترول وعندي تريكليسيريد. ما عندكش ديابيت؟ نو. داكور. ها وشي هو توجور هاد الحكايه تعاود لي، وكي ندير لي سي بي نلقاها مليح كي ندير. ومام عندي تسمى حشاك البولة ما نحكمش فيها، ما نتحكمش فيها. شحال عندك ولادك؟ ولادي كبار، انا عندي طفل صغير في عمره 20 سنة، عندي 4 ولاد. داكو. الله يبارك. ما تشديش البول، ما تشديش لي زيغين. سورتو في الفلانوي. والماء شحال تشربي في النهار؟ نشرب الماء. 2 لتر، تلحقي 2 لتر. نلحق. داكو. نلحق دوليت، بصح عندي هذه المشكله. طبيبه بغيتك تعطيني تراه تغيونتيني وين رحت.
نعم ايش طبيبه ربي يحفظك. نعم شكرا لك. واضح تمام. نعم الفي ديزانفيكسيون ريبيتيسيون دونك هذوما الميكروب في البول كاين بزاف الاسباب كاين المراه اللي تزيد بزاف عندها الولده تاعها هابطه بزاف داكو دونك هنايا يكون هنا كونتينونس اورينا جينيرالمون المراه اللي تزيد فورسيب سي تو بون دوكا في وقتنا هذا بزاف لي سيزاريان مي ا ليبوك يافي بوكو بلوس ديزاكوشمون باغ فوا باس دونك العنق الرحيم ولا فيسي سادير البواله هذيك لو سفنكتر تاعها يكون غولاشي دونك حق ان سيغتان اج المراه ديجا كي تكبر لي مسكل تاعها يفون ايتر غولاشي دونك كي نقول المسكل غولاشي سافو دير ميم مسكل دو لا فيسي العنق الرحم كل حاجه تتلاشى سي بوغ سا نقولو نصحو المراه توجور بون سي با ايفيدون في لا سوسيتي تاعنا ممارسة الرياضة كاين رياضة مختصة بهذا لو بيريني مي كي ني با فريكونت في بلادنا مالوغوزمون الوغ كي لي تري امبورتون دونك هنا هاد المراه اللي يقدر يكون غولاشمون دو سفانكتر يقدر تكون ما تشربش الماء بزاف داكوغ وكي نكون بالك عندها ثاني انفيكسيون جينيتال اون باراليل هي تشوف برك الانفيكسيون اورينا مي دوا فيغ ان فروتي سيرفيكو فاجينا باش تشوف بالك هي انفيكسيون جينيتال اون باراليل باسكو هذه تمد هذه دونك دوا فوار ميم افيك لو جينيكولوغ داكوغ فوالا اوكي نتكلموا على اعراض هاد الالتهابات التهابات عنق الرحم ولا نعم عنق الرحم انت تعبت عن الرحم جينيرالمون ما تجي تقول لك جو في دي بيرت دي بيرت دي دي بروبليم ستار في كل شهر سورتو لو بتي فونتر كل شهر صغيره و دي فوا يكون ميم دي سينيومون اون دور دو سيكل المراه اللي مازال ما عندها الحيض و دي فوا يكون تقول لك دي انفيكسيون ريبيتيسيون ماهيش فاهمه روحها دي فوا تقول لك عندها انفيكسيون رينير انفيكسيون جينيتال دونك الي بيردو دون تو سا دونك انا سكو جو كونسي لا فام لازم تشخص لي دو رينير اي جينيكولوجي. طيب نستقبلوا اتصال من ولايه وهران. خديجه صباح الخير. صباح النار. مرحبا بك. يسلمك الاخت. صباح الخير. صباح الخير دكتوره. صباح الخير. الله يخليك اون كيستيون الله يخليك. نعم. على هذا الموضوع. نعم. اسكو ان انفون تاع 6 ans اسكو يقدر تكون عندها اون انفيكسيون؟ لاخاطش اشاك فوا دونك في ود تاعها ديجا عندها اون اودور. عندها اودور اسكو تقدر نهار في ود تاعها قال لي نو بالك غير حاجك الدود قال لي بالك هو اللي راه يدير لها هاد لودور درت لها الدواء ودرت لها عطاني لي زونتيبيوتيك وعطاني مي توجور هذيك لودور توجور نلقاها عندها. فوالا. طيب شكرا لك خديجه. بارك الله فيك. صحيتي. شكرا. صحيتي. Elle a des odeurs, la petite fille, c'est ça. Elle a 6 ans, il faut voir un examen, examen gynécologique pour voir s'il n'y a pas de malformation. Il faut faire des petits prélèvements, mais il faut que tu sais quoi la nature. Parce qu'une odeur, ça veut dire infection. Qui est le kariha, machi, mliha, kariha. Donc, il y a un microbe en parallèle. Donc, nous avons un microbe. Des prélèvements au niveau un ECBU, mais des prélèvements au niveau des organes génitaux. وتشوف سي با دو مالفورماسيون ما كاينش تشوهات في لا فيل الفوا اللي كيسوا اكزاميني باغ ان سيسيست طبيب جراحه الاطفال ولا مختص في الجهاز التناسلي تو باش يشوفوا اسكو با دو مالفورماسيون لا ما كان والو لي زورغان جينيتو نورمال اي تو ديروا دي بتي بريليفمون او نيفو دو لا فيل في تو نشوفوا لودور ايغال انفيكسيون. Donc il doit chercher pourquoi. Parce que le risque c'est quoi? Avec qui tu lutte bien, il peut être servicié, tu vas tuer la haja autre. Tu vas tuer le risque de l'œil, comme on a connu en parlant avec et tout. Donc elle doit avoir cette flèche, elle doit être examinée très bien. Par un si je vois qu'il n'y a pas de malformation, le gehaz taha est-ce qu'il est normal? Si elle est normale et tout, elle fait un ECB avec des prélèvements au niveau de la vulve et tout, tu vois. Il faut analyser la recherche du microbe pour le traiter. Voilà. Et je lui conseille, Havia, parce qu'il a toujours pour savoir Marseille, bon, c'est un truc entre parenthèses, c'est-à-dire mettre les sous-vêtements de Ham, mettre les la machine à laver, les pour garder le pH naturel, les voies génitales. Et bien sûr, c'est le coton, même la tariqa de rassel. Parce que donc, les mamans gagnent zéro bien, t'as mis couche la machine, ou c'est pas normal. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ce problème. Voilà. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك. اهلا بك. يسلمك صحة اختي فريا. ليه نسقسيك؟ عندي بنتي عندها 9 سنين هكذاك. يجي هذا الالتهاب ما مبدلها وكل شو عاود يجيها مش عارفه وش السبب. معليش دكتوره.
طيب 9 سنين. نعم، سي لو ميم بروبليم كيما لا دامي. نفس المشكل تاع المتصله من اخرى. فوالا، اي فو كونترولي توجور لا ناتور تاع لو لانج واش تلبس، كيفاش تغسلو، وي فو اكزاميني، فيغ ان سي بي يو، ثاني تشوف مع، فو فيغ دي بريليفمون، فوالا. ماشي كيما المراه مزوجه نديرو دي فروتي سيرفيكال، ما تفهمونيش غلط. بريليفمون سا دي او نيفو دو لا فيل، بور فوا، ولا كاين اون انفيكسيون، او سي بي يو ولا بريليفمون. باش يقدروا يعرفوها. باش يعرفوا، سا دي نروحو للميكروب نحوسو عليه. سينو بلا ما لقينا والو صافي لا ناتور. تاع كيفاش راكي تغسلي حوايجها، واش راهي تلبس، اسكي دو كوتون ولا لا لا، اسكي تغسل شاك فوا، باسكو لا بتيت ثاني ما تعرفش، لا مامون دوا سيرفي سا في، كيفاش اسكي تدخل تغسل ريغوليارمون، باسكو ثاني ليجيان النظافة مهمة جدا، باسكو واحد ما ينقش روح، باسكو لي في ما يعرفوش، دونك لا مامون توجور تفكر تقولها كي تدخلي، ميم سي ما فو سلافي، توجور افواغ لابيتيد دو سلافي، وهي ثاني تعسها حوايجها ما تغسلهم بصافون مارسي، ماشي في الصافون تاع الماشينة، دونك كاين دي كوندي condition pour parce que la qui me dit que chez la fille elle est très sensible parce que qu'il qui me dit que les infections elles jouent facilement surtout là quand tu te laves bien et tout donc il faut insister à l'hygiène tu te laves كل وقت و تحذر على ال حتى صابون صابون طرف صابون طرف voilà صابون مرسي طيب دكتور نتكلموا على نقطه اخرى كاين النساء يروح لما يكون عندهم سواء البناتهم كما المتصلات يروحوا يستعملوا الاعشاب الطبيه ويقول لك مليحه ليزانفيكسيون Là, je pense qu'il faut commencer par l'hygiène. C'est pas bon. J'ai pas de. C'est pas ma spécialité l'achat de biens. Mais la séparer tout le mahat ou le tout le mara. Il faut d'abord commencer par l'hygiène. Tu vois, qui te le psy, c'est du coton, c'est pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des fois des matières d'importation de deuxième choix, donc il faut pas. Tu as le rassel, un abafant, un talat, tu as la marque Bella, j'imagine qu'elle peut se. Voilà. Ou les petites filles, il faut leur changer les sous-vêtements chaque jour. شو تقعد 2-3 جور ما تقول لك جي دي برويلر سو صافي نورمال فوالا طيب الالتهابات كما قلت في العنوان الالتهابات لا تقتصر فقط على التهابات عنق الرحم هناك التهابات اخرى نعم ليزانفيكسيون ابرزها اللي راهي تصلك يعني تصلك العديد من الحالات فيما يخص بون يا لو بلوز امبورتون سي ليزانفيكسيون اورينار ديابيتيك ولا نون ديابيتيك سورتو لي فام قلنا على الاش بي في هضرنا على ليزانفيكسيون اورينار ليزانفيكسيون ميم شي لونفون كيما يدري صغار انفيكسيون ميكروبات في يقول لك عنده دي بارازيت دي دي مامون يشتكيو لك يقول لك مون فيس ماهوش يكبر ماهوش ياكل مليح كي دير لك بخو بارازيتولوجي تلقايو اون انفيكسيون بارازيتولوجيك سادير اون انفيكسيون او نيفو دي انتستان هادو لازم لها تخيتمون كاين حاجه كو جو ترونسميتر سي كو توجور الانفيكسيون يفو لا ديتيكتي لازم تلقاها باسكو فيها من بعد مضاعفات اورينار تطلع لي غان فوق دير بروبليم رينال اون بيلونيفريت ولا بروبليم رينال سيريو جينيكولوجيك بور اون في اللي تطلب فيها اون انفيكسيون تطلع لها الفوق ومن بعد غدوه سي maman qui peut c'est une femme qui ne peut pas avoir des enfants كل حاجه اون انفيكسيون فو لا ديتيكتي اي لا تريتي صدر نلقاوها باش نداويوها ما نخلوش تقول لك برك نبدل ولا نروح يقولها ما كان والو سي بون يا دي سيني كلينيك سا فيدير فو لا تروفي فوالا لازم تلقى مشكل لازم تلقى الحل الحل هو نحوسوا على هذا الميكروب باش نديروا له الدواء تاعو حتى الرجال يعانوا من هذا الاسئله الرجال وي ثاني سي دي كاتيغوري كيما لو بتيت انفون اون فام اي تو دونك كاين كاين بزاف لي زانفيكسيون داكور طيب اذا باش نتكلموا على او نعم نستقبلوا اتصال من ولايه بسا صباح الخير خير مرحبا بك صباح الخير خير تفضلي اذا كان في عندك تساؤل حول الموضوع عندي مصرانتي ما تخدمش نعم عندي مصاريني كرشي ما تمشيش بالسمانه بكل شيء بالعشرين نعم هذا موضوع اخر ولكن راح تجاوبك ما عندكش بروبليم دي كواتر هيبو تيرويدي ولا الكواتر ايه عندي عندك الكواتر عيطتي لك اها عندي بصح يعني مش يعني نشرب عليه الدواء ولا ما تشربش دواء ما نشربش عليهم دواء قول لي ثم قال لي هاو عندك قبل خلاص وشاف لي وما لقاش ليا ما مشات تبدي راحت برات سي سا لا لا مدام شوفي عيريت على التيساج تاعك تلقايها طالعه تو سكي ايبوتيرويدي سا دون دي كونستيباسيون دونك لازم تشخصي الكواتر تاعك فهمتيني هاني ندير يعني يقول لي عادي بصح كرشي ما تمشيش ما يروحش الكرش اصلا
لازم تروحي للطبيب داخلي ولا لازم يكون تشخيص؟ شخصتي على الكواتخ، الكواتخ شخصتي عليه. نسخش بصح شفتي شفتي كاش درت على هذا الواحد الاخر ذاك واش يقولوا ليه. حبستي دواء؟ لا درت عليه شنو؟ درت التاي وذاك تاع واش اسمه؟ سيمفارين. نعم دارت فيما يخص راهي راكي تهضري على التشخيص الداخلي. لا بون جو في ريبوندغ اون جينيرال دوك نجاوبك مدام. نعم شكرا لك صح. هضرت على لا كونستيباسيون هكذا. لا كونستيباسيون بارمي لا كوز برينسيبال سي ليبوتيرويدي كي يكون لا تيس اش طالعة الهرمونات تاع الغدة الدرقية هابطين دونك تو تي غالونتي وهضرت هذيك الخطرة دونك يا لا كونستيباسيون هذه سي ابار لون دي كوز. قلت ولا عندك الكواتخ ولا ما راكش تبعي لازم تشخص. كاين اوتر كوز واحد ما يشربش الماء بزاف كاين بروبليم تاع المصران دونك هذه لازم لها كولوسكوبي. هي تقول لي درت واقيلا لا راديو تاع المصران سي جي بيان كومبري دونك هذه هي لازم تفيريفي سور البلان اندوكرينو اللي هي لا تيرويد والمصران تاعها. مي ان كونسي يفو توجور بروندر دو لو باش بور فاسيليتي لو ترانزيت باش الكرشات تتابع. طيب ممتاز. اذا دكتوره كاين اللي عنده التهابات متكرره في كل مره تجيه حتى ويداوي ويقوم بال يعني باجراء دواء خليني الا انه تعاود تولي له في كل مره متكرره. دوكا زهيدا نهضروا على التهابات كي نجي اون فالي كلاسي اون دو جروب. داكوغ. كاين التهابات انفلاماسيون ايغو التهاب تسمى يجي ريسامون تسمى غير ما بدا وكاين ديزانفلاماسيون كرونيك. الانفلاماسيون ايغو باينه نحسوا ولا كاين ميكروب ولا كاش بروبليم كي ايغو سادير اون انفيكسيون ان تروماتيزم ولا هذيك سي ايغو تسمى جديده هذا وين بدات. الانفلاماسيون كرونيك نحوسوا منين جات الانفلاماسيون كرونيك. الانفلاماسيون دوكا كي نجي كوتي روماتيزم نحوس عن بيلون انفلاماتوار كوتي تاع المصران كاين ثاني دي ان بيلون افير وثاني كوتي جينيكولوجيك دونك كي دي انفلاماسيون كرونيك قال حاجه مزمنه تمشي وهذه اللي خطيره تقدر تدينا مضاعفات. سي بوغ سا الانسان لازم يعرف كيفاش يخص مي سو المرض ما يخصش وحده سي لو ميدسان دونك يفو بروندغ او سيريو سيرتو جانسيست على لي انفيكسيون جامي تخلي اون انفيكسيون تمشي فيك طول الطون باسكو سا بو ابوتير دي كومبليكاسيون. نعم نستقبلوا اتصال من ولايه بومرداس. صباح الخير. صباح النور. نعم اهلا بك اخي. اذا كان في عندك تساؤل او استفسار حول الموضوع. انا حكيمي نعم بومرداس عندي انفيكسيون ايرينير اشاك فوا اتاك فوا. نعم طيب Vous avez une maladie chronique, monsieur, diabète ou la problème de prostate? أنا عندي سكر على كل حال. ولا بروستات؟ لا بروستات ما عنديش. قال لي الطبيب ما عندكش. قال لي عندك إيرينر. هذه هي. لو ديابيت تاعك مليح ولا توجور يطلع؟ ما نكذبش عليك. ساعة طالع ساعة حابط ساعة. باسكو يا لانفيكسيون داكو. بيان سور. زهيدة ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا أخي صحيت ربي يحفظك صحيت. هذا اسم مرض كي عند ديابيت مرض مزمن وما قلناش لاج تاعو دونك بارمي لي كومبليكاسيون دو ديابيت باسكو واحد كي يكون ديابيتيك المناعه تاعو تنقص دونك ميم لي ديفونس ايمونيتير ينقصوا دونك لي سوجي ا دي انفيكسيون يبو فير اون بروستاتيت قال لي ما عنديش لا بروستات اون انفيكسيون اورينا دونك توجور نقول لهم جو روفيان توجور نقول يشربوا بزاف الماء سيرتو الجهاز البولي كي يكون انفيكسيون اورينير اون فالاتاكي بالماء بزاف بلوس لا ديوريز سادير البولي بزاف اللي ابوندون بلوس لي فواز اورينير يتنقاو دوكا الانفيكسيون اورينير يفو توجور لتيكتي نديرو ان سي بي اي نشوفو لا ناتور تاع الميكروب ولا ما يعني مرضى السكري اكثر عرضه اكثر باسكو المناعه ناقصه مناعه ناقصه لي زيغون يجو كونسونتخي باسكو فيه بزاف السكر في الدم دونك ميم لي زيغون يجو كونسونتخي لو غان او يصفي الدم معمر بالجلوكوز دونك لي زيغون ما يجوش خفاف كيما واحد نورمال ايماجين هذاك لو ديابيتيك لي زيغون يجو كونسونتخي ويزيد ما يشربش الماء دونك سي كوم سي تشدي ما تخليها كاستاغني دون اون بلاس اي فا سيغ انفيكتي لا ميم شوز بور لي زيغون دونك كي يكون لو دي بي اورينير اوغمونتي تسمى شغل الماء ويمشي ويجري دونك لي فواز اورينير يكون قاعدين توجور نقيين اي لو ديابيت
يفا اتر اكيليبري دونك هذا يجيب هذا السكر كي يكون طالع يعاون يدينا لي زانفيكسيون ولي زانفيكسيون ثاني يزيدو يغرافيو لو ديابيت سي بور سا لو ديابيتيك هو مينيموم 2 ا 3 لتر بار جور اوبليغاتوار لازم ولانفيكسيون اورينار شي لو ديابيتيك اللي بلي كومبليكي كواحد اخر وعلاش باسكو هذا اي بو فير ميم دي زابسي رينال يقدر تمتم تطلع له لانفيكسيون اللي غان تاوعو سي بلو رابيد وعلاش باسكو ما عندوش المناعه دونك جو فولور كونساي يفو فير ان سي بي يو ولا لقيت لو سي بي نورمال يفو بروند بوكو دو يشرب الماء بزاف يشرب الماء بزاف طيب نتكلموا على المراه فقط في تساؤل حول هذا الموضوع يقول لك انه تقول وحده انه انا قمت في كل مره بالتشخيصات وعندي انفيكسيون هذا والا انه الانفيكسيون ما عنديش حتى امراض مزمنه ما عندهاش امراض الا انه الحمل تاعها بعد الزواج يعني طول وما عندهاش الكواتر بس كاين انفلاماسيون دي كول اتيرون طيب هذا الشيء ياثر على بيان سور باسكو علاش حنايا لا فام كي البويضه كي تتلقح حتى في الوالده تتحط بور فيغ لومبريون اي تو سي يا اون انفلاماسيون كي تكون البلاصه اللي تحط فيها مهريه شغل كون واحد يبني دار الاساس تاعها ولا الاساس صحيح تطلع بيان دار اللي فراجيل لا ميم شوز بور اون غروسيس ولا لا باغوا اللي تحط فيها لو بيبي سادير لومبريون اللي اون انفلاماسيون دونك كاين التهابات ما يقدرش يشد دونك تمتمي با فار دي زافورتومون ما تقدر ما ترفدش كاريمون دونك هذه لازم تشخص حالتها دو سويف ريغوليامون شي زانجينيكو طيب في تساؤل اخر ايضا كاينه وحده تزوجت غير كيما يعني نتكلم بالدرجه بعدها حملت راهي في حمل الا انه الطبيبه حذرتها قالت لها لازم تريحي ما تبوجيش كاع ما ترفدي حتى حاجه لانه لقاو عندها الكواتر ف لو بروبليم تاعها لي مواجي يقدر يكون لا لا لو كواتر يفو با ميلونجي دوكا لو كواتر سي اون لو ريغل افيك لو تريتمون المرض اللي بخون لو كواتر اللي بخون سون تريتمون ريغوليارمون لا تي اس اش تهبط لها 1.5 و جوسكا 2 C'est pas une cause pour t'avorter. Il y a une autre cause en parallèle. Il y a un relâchement du col utérin. Mais le goitre, mais jamais le malade ne sort le goitre. Jamais. Le goitre, il sort la danse. Mais il ne sort pas le malade le goitre. Impossible. Mustahil. Il ne sort pas. Il ne sort pas des malformations. Il sort des palpitations. Il sort la tension. Mais il faut que le goitre il n'y a aucun retentissement. Jamais le goitre ne sort pas le goitre. Il y a une autre cause. Donc, monsieur الكواتري سيغمون ان بروبليم جينيكولوجيك داكور طيب واضح اذا نتكلموا على الجانب دائما النتيجه في الاخير كيفاش نقوا نفسنا من هذه الالتهابات الالتهابات دابور يا فو اون هيجين دو في واحد طيب قبل ما نتكلموا على الوقايه نتكلموا على او نستقبلوا اتصال نعم وتساؤلات الجمهور من تبسه نعم صباح الخير السلام عليكم نوال صباح الخير صباح النور اختي مرحبا بك تفضلي الاخت يعيشك يلا اذا كان في عندك سؤال اختي عندي سؤال الطبيبه اللي معنا حبيت نسقسيها بك ثم انا كل مرحله نداوي يقولوا لي عندك انفيكسيون ثم نظف نيتواي وكل شيء بصح ديما عندي لي بيرت حابه نفهم السبب تاع لي بيرت واش الانفيكسيون اللي عندك قول لي انت انفيكسيو في الرحم كولون لو كول اوتيرا درتي فروتي شخصتي درتي تعياط نعم اسمعينا فقط من الهاتف رجاء نوال نقصي للتلفاز هكا مش نقدروا نسمعوك مليح معليش درتي تعياط درت تحاليل فروتي درت نورمال تحاليل كامل نورمال ما قالكش كان التهاب لا قال لي عندك انفيكسيون ندير الصفورين اللي ناقص البغاسيل تاع الصفورين ونورمال كل تيب د انفيكسيون شحال في عمرك مدام 26 عندك ولادك ما عندكش دراري عندي طفله دزيتيها نورمال يا با دو بروبليم نورمال طق القابلة قالت لي لا بروشين فوا لازم ديري على الانفيكسيون لازم تداوي عليه يا بليزيور تيب د انفيكسيون تو لي كان نعم سنج... ان شاء الله راح نجاوبها ناسي. اكيد على هذا السؤال نعم تفضلي دونك بار دانفيكسيون سا ديبون دوكا هو لا في الفروتي خرج لها نورمال بالك سي اون
اون اندوميتريوز تاع لاندوميتر وين يتحط البيبي بالك لي اون انفلاماسيون دونك هي نوزا با بريسيزي كيل تيب دانفكسيون. هذه ننصح لها تعاود تولي شي سون ميدسان جينيكو تقدر دير ميم لا كولبوسكوبي يروحوا هذيك البلاصه يشوفوها يشوفوا لا ناتور دو بروبليم باسكو باينه بلي حابه تزيد دي زونفون دونك لازم تشخص عندها جينيكولوج تشوف لا ناتور. ضروره التشخيص مهمه جدا. اوبليجي وي. طيب سواء متزوجه او غير متزوجه. غير متزوجه لازم هذه للنساء دوكا بوغ توت انفكسيون جامي تخلي اون انفكسيون تخيني توجور اون انفكسيون ميكروب يفو لو تخيتي والتشخيص سيرتو شي لا فام ولا ميم طفله صغيره باسكو نخلو اون انفكسيون تمشي دون سو كان اون فافوار بريباري دوتر بروبليم كي سون بلو سيريو. طيب اسكو سا بو دوني ميم دي نيوبلازي كيما لاش بي في ابري 10 15 ans d'évolution يمدنا الكونسير دايور سي فري كون عنق الرحم او اكثر الكونسير تاع العنق اكثر حساسيه ل... واش بي في تروك نعم سرطان عنق الرحم توت انفلاماسيون نو تريتي توت انفلاماسيون كل التهاب يمشي افيك دون لو تون اون لو تريت با الخليه هذيك اللي فيها الالتهاب تخدم بور سون بروبر كونت ال فا ايفولوي دون ان اوتر سونس contre le jism l'insan donc toulina une cellule cancéreuse c'est pour ça que j'insiste il faut toujours tchriss ou ma tchriss donc taïri kan microbe dawi une inflammation il y a un suivi gynécologique ou la une inflammation quel type d'inflammation même chez l'homme la prostatite c'est une inflammation à la prostate il peut pas laisser une prostate il faut la traiter sinon qui la prostate ça va devenir autre chose ça peut donner une infection. طيب راح نتكلموا على مرحلة أخرى وهي مرحلة ضرورة الوقاية من هذا الالتهاب عنق الرحم والالتهابات بصفة عامة سواء للرجل أو أيضا للمرأة. لكن قبل هذا دكتورة راح تبقي معنا ونتابع مع بعض أهم والمستجدات الإخبارية مع رمزي وفي من جديد إليك الخط. شكرا جزيلا لك يا زاهي. توميك بالك ما هي انفلاماسيون في الولدة تاع المرأة ou des fois ça arrive avec sans cause, d'accord. On ne peut pas dire, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas de réponse bénin, d'accord. Bénin, non. تمام. اذا يبقى دائما التوجه والتشخيص تشخيص توجور اون فام اللي عندها ان روتار في ان تيست دو غروسيس بوزيتيف الدواء لازم تروح تشخص عند طبيب مختص بيان سور ان جينيكولوج وغروسيس اكسترا يوتيرين ما نخلوهاش دير سي اون اورجونس لازم تتنحى سي حاجه اور لا ناتور دونك يفو لونلفي باسكو المضاعفات تاعها خطيره على حياه المراه. طيب ماشي. اذا هاجر تقول لي كاين اتصال. نعم فريده من ولايه معسكر. صباح الخير فريده. صباح الخير اختي. مرحبا بك. لاباس الحمد لله. الحمد لله تفضلي. وا دونك عندي طفله عندها 4 ans. اها 4 ans. وا وعندها توجور لانفكسيون حاشاك الطيار المات الطيار المات تاعها البول تاعها دائما جاي مارون فونسي. طيب ودائما عندها الوجع في كرشها الصغيره. درتلها اي سي بي ديزيرين خرج نورمال. درتلها مام ايكوغرافي مام قالوا لي نورمال بصح ما يفهم ما فهمتش اشاك فوا تعاود لها اشاك فوا تعاود لها. ديتيها عند طبيب سيسييست طبيب جراح الاطفال؟ لا اي وعندي بروبليم انها ما تبولش من القدام كي لاحظتها تبول من الروس. اي فوالا اي مالفورماسيون هذه. توجور عندها لانفكسيون. اي سي نورمال باسكو هي مالا فورماسيون. هناك تشوه باسكو تبول. وباش تنصحيني طبيبه نديها عند سيسييست ولا نديها عند طبيب تاع ديها عند سيسييست مدام. ديها عند سيسييست باسكو بور كوريجي هاد لا مالفورماسيون فهمتيني؟ واه واه. اي سيسييست هو اللي يعاونك. باش كوزا دونك بوغ يفو كوريجي لانومالي باش لي انفكسيون يروحوا. ان شاء الله ان شاء الله. صحيتي طبيبه ربي صحيتي اختي زهيده. نعم شكرا لك شكرا بالتوفيق. دونك يفو كوريجي كي يكون لي انفكسيون ثاني شي لونفون كي يكون دي مالفورماسيون دي فوا لي بارون ما يفيقولهاش. دونك ننصحهم توجور ان لونفون كي في دي انفكسيون لو بروميي ميدسان اللي يشوفوه يشوفوه قبل لو سيسييست. لو سيسيست واش يدير يشوف اسكي با دو مالفورماسيون تشوهات في الجهاز البولي في المجال البوليه ولا يا با دو ستينوز في فازيورينار كي تاع لي زورين دونك ولا ما كاش تشوهات راني ترونكيل. مي الحاجه الاولى لازم لو سيسيست كي يكون هكذا ديزانفيكسيون اورينا ريبليسيون شي لونفون
يفو إليميني مال فورماسيون، تنحي لي التشوهات في الجهاز البولي من البوالة حتى الفوق اللغه، بالك يكون داير لي زيغ هذوك تاع اللي يديروا المجاري اللي يدوا البول ايتو يدخل ليا البول من اللور، دونك سا فو دير كاين مال فورماسيون كيفو كوريجي، باسكو هذه ما تقدرش تكبر بهذا مال فورماسيون، لازم تداويها باش يروحوا لها لي زانفيكسيون، دونك لو سي سي. كي تداويهم يكون فيه نتيجه عاليه. انترفونسيون شيرورجيكال ما يا اوكين بروبليم، مي هذه لازمها سي 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 فوا ريغلي البروبليم. طيب اذا نتكلموا على الوقايه جانب الوقايه تاعي. الوقايه هي خير من العلاج، دوكا انا جو كونساي اون بون هيجين دو في، داكور نبدا بالماء توجور نشربوا بزاف الماء بوغ ايفيتي لي زانفيكسيون، جو بارل دي زانفيكسيون اورينار ولا شي لونفون قلت لكم سي سييست اون بروميي ليو، ديجا حنايا بون نوتر ايبوك ان لونفون كيخرج قبل ما يخرج ماتيرنيتي يجوزوا له سي با دو مال فورماسيون لو بيدياتري فوان انومالي الى بي لو سي سييست دونك سي توت اون ايكيب لي يجوزوا يشوفوا هذا لو بيبي لو نوفوني مانتنا ولا بانوا الاعراض ابخي كي 4 ans 3 ans سي با ترو طان اي فو فوار ان سي سييست هذا بور لونفون لي انفيكسيون رينا قلت لكم نشربوا الماء شي لونفون اليميني مال فورماسيون عند المراه هي سي لا بلو كومبليكي دايور عند المرأة اون بون جين دو في توجور تعلمي تغسلي لو لانج تاعك ماشي في لا ماشين صابون مارسي لازم دو لانج كوتونو و سيرتو لي بريليفمون ال دوا فير دي فروتي فروتي تاع عنق الرحم باسكو اي بو نو كاشي بوكو سيربريز نعم للمرأة المتزوجة المرأة المتزوجة بيان سور نعم. يخبينا بزاف مفاجآت باسكو دي فوا نخلو نعم. التهاب الرحم يمشي اون بي فولي طيب من قال ما يقول لك ما عنديش لي زينيتيت عنده سؤال دائم طيب صباح الخير خير بنت مرحبا بك تفضل بيك عايشك بنيتي عندي 5 سنين وانا مريض عندي البروستات وعندي السكر قالوا لي عندك ميكروب في البوله تاعك طيب والميكروب هذا بنيتي 5 سنين ما يخرج البروستات منفخه منفخه البروستات تنفخت بنيتي تنفخت وراحت تعوقت خلاص ما بقى فيها شيء داكو حاشاك حاشاك نقول بالطرف وراني مريض ياسر بنيتي وقول للطبيب تفهمني كيف عندي ربي يخليك. صح. ربي يحميك. مش فارق الحاج. صح. نعم. هذا سنان ديابيتيك توجور نهضروا مرض مزمن هذا ديجا ديابيت يجيب لنا ديزانفيكسيون وعنده لابروستات، لابروستات كي تكون منفخه بروستاتيت لازم نداوي والانفلاماسيون الالتهاب تاع لابروستات مش كيفاش نقول لابروستات بالعربيه مي ليسونسيال اون دوا تريتي لانفلاماسيون دابروستات. ولا لانفلاماسيون لا بروستات توجور ما الي اون انفلاماسيون الميكروب ما يروحلوش دونك هذا جو كونساي فوا نيورولوج طيب دكتور نتكلموا على جانب مهم هو انه هاد المشاكل اللي تخص خصوصا الرجال خلينا النساء ولات عندهم ثقافه انهم يروحوا للطبيب وبعد انتشار وارتفاع في السرطان على مستوى الرحم يعني هناك عده اسباب لكن ما فيش ثقافه عند الرجال باش يروحوا للطبيب ولا جينيكولوج هكا باش يشخص له الحاله هي نيورولوج سي نيورولوج كي دوا نيورولوج لازم يشخص الامراض التناسليه مثلا امراض الجهاز البولي طيب هو طابو بالنسبه لينا احنا كجزائريين خصوصا يقول لك اه لا لما نروح نو مي سا بو اريفي ا بوكو دو كومبليكاسيون دوكا اون بروستاتيت سي اون لا تريت با واش يصرى هذاك الميكروب يطلع الجهاز البولي الفوق لي فاز يورينا بعد لوغا لا بيلونيفريت بي فولي في ان ابسي رينال لوغا سي ان اورغان فيتال الكليه هي كيما نقول لك القلب الكبده تحبس لوغا نتاعك حبست حياتك اون بو با فوز الي اريفي لا دياليز واحد المالاد كون في ان ابسي دو غان يبقى فيها ميم ان شوك سيبتيك يقدر يموت مؤخرا ارتفاع في المصابين بتوقف الكلى يعني هذا الشيء ربما راجع لهذه الاسباب ميم يا دي زونفون كي فون ان انسفيزونس رينال في جون اج وعلاش باسكو لي بارون يل ترين دي انفيكسيون ان ارشي لور زونفون طفل ما يعرفش يقول لك البوله ويحرقني il faut toujours كي تشوفي بنتك تحك ولا نونفون يقول لك يروح بزاف لي تواليت لازم تفيريفي وعلى شوف في رانو سي بي يو تشخيص عند طبيب الاطفال ولا انيغولوك طيب هذا الفيو باك مسكين غاضني يفي اون انفلاماسيون دو لابروستات افيك ان ديابيت دابور لابروستاتيت لازم يشرب لها الدواء ولا ما شربش دواء المضادات الحيويه لازم يروح عند النيورولوج يفوت تريتي باش الانفكسيون تروح له طيب فوالا هذه هي طيب الموضوع اكيد يحتاج الى نعم يحتاج الى وقت طويل للحديث اكثر حول هذا الموضوع اذا يحتاج ايضا الى ضروره التشخيص كما قلت دكتوره
ونشكرك جزيلا. شكرا. شكرا على كل هذه المعلومات. مرسي. بالتوفيق لك ويومك سعيد. شكرا على الاستضافة. شكرا على قدومك لنا في كل مرة نتصلوا بك، يعني تكوني حاضرة معنا وتجي، يعني عندك مرضى عندك ارتباطات أخرى إلا أنك تفضلي أنك تجي وتجاوبي على أسئلة الناس. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، المورنينج لازال متواصل وموضوع آخر سنتطرق إليه.